انظروا، إنه المستقبل البعيد. أجل، لقد نجح البشر في استعمار المريخ والقمر، وحلت مشكلات الزيادة السكانية والجوع على كوكبنا. لكن سرعان ما خيم على كوكبنا تهديد جديد، عذراً، على كواكبنا والقمر أيضاً. على أي حال، اكتشف العلماء أن الشمس ستنفجر وتدمر نظامنا الشمسي بأكمله خلال 150 سنة. هذا مؤسف. لدينا ما يكفي من الوقت لبناء أسطول من سفن الفضاء الضخمة وإجلاء الجميع، لكنه ليس وقتاً كافياً للتوصل إلى قفزة فضائية كما في أفلام الخيال العلمي. لقد مضى وقت طويل منذ وجد البشر كوكباً جديداً يحتمل أنه صالح للحياة، وأقرب كوكب يبعد عدة ملايين من السنوات. ليس هناك خيار آخر، يجري إجلاء البشر على متن سفن فضائية عملاقة لبدء رحلة طويلة للغاية. بعد مرور عقود قليلة نغادر النظام الشمسي ونشاهد شمسنا تنفجر، نتج عن ذلك وميض هائل، وهكذا انتهى الأمر. لم يعد هناك ضوء، مجرد نجوم صغيرة بعيدة وغياهب الفضاء المظلم اللامتناهي. جميع السفن على نظام الطيار الآلي المتزامن، ولن تخرج عن مسارها مهما حدث. حتى لو اختفى كل من هم على متنها، ستستمر السفينة حتى تصل إلى وجهتها. إذن الجانب المشرق أن البشر سيعيشون لملايين السنوات، الجانب المظلم أنه كل هذه المدة من السفر في الفضاء ستؤثر على أشكالنا وسنبدو مختلفين تماماً. سيكون على متن السفن التي تصل إلى الكوكب الجديد كتل حيوية نابضة بشعة الشكل داخل هياكل خارجية معدنية. إليكم كيف سيحدث ذلك. تصبح العظام أضعف في الفضاء وكذلك العضلات، لا توجد جاذبية، لذا لا يوجد أي نوع من الضغط لاستمرار عمل جسدك بشكل صحيح. يؤدي رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية الكثير من التمارين كي لا تفقد عضلاتهم حيويتها. لنعد إلى موضوعنا، توجد صالات رياضية وآلات خاصة تعيد خلق الجاذبية في كل المركبات الفضائية، لكن توفيراً للطاقة تشغل هذه الآلات لمدة ساعتين فقط في اليوم. للأسف، بغض النظر عن مقدار الجهد الذي يبذله الناس في ممارسة الرياضة، لن يكفي ذلك في الفضاء. بعد مرور 100 عام الأولى، تصبح عظام البشر ضعيفة جداً، حتى أن أي شيء قد يؤدي إلى الإصابة. بعد 100 عام أخرى، يفقد البشر القدرة على الوقوف على سيقانهم، لكن هذا ليس بسبب ضعف العظام فقط. بعد كل تلك السنوات من الحياة في جاذبية منعدمة، تغيرت أجسام البشر بالفعل. المشكلة الكبرى هي فقدان البشر شعورهم بالتوازن. إذا حاولت الوقوف فستسقط. أزال قادة السفن آلات الجاذبية ولم تعد تعمل على أي حال، وأزيلت جميع الأجهزة الرياضية منذ زمن بعيد واستخدمت كقطع غيار للسفن. لم يؤدي زوال الجاذبية إلى إضعاف البشر فحسب، بل جعلهم أطول أيضاً. يحتاج العمود الفقري إلى الجاذبية لإبقائه ثابتاً، والآن تمدد العمود الفقري إلى الخارج. صار مظهر البشر كالألعاب القابلة للنفخ. يحصل الجميع على أذرع وأرجل ميكانيكية، كل ما عليك هو تثبيتها ثم البدء في مزاولة مهامك. صيانة المحرك وتنظيف غرف النوم وإلقاء القمامة في الفضاء وحمل ونقل أي شيء. لن تستطيع فعل أي من تلك الأشياء دون تلك الأذرع والأرجل الآلية. يمر الوقت ويصيب البشر مزيد من العجز. لحسن الحظ تتحسن بدلات الجسم الآلية باستمرار. منذ انفجار الشمس مرت عيون البشر بأوقات عصيبة. في داخل السفن استبدل ضوء الشمس بضوء اصطناعي خاص يصدر بدوره فيتامين دال. نظراً لقلة الضوء بشكل عام صارت حدقة العين أوسع، ولاحقاً بعد بضعة قرون أخرى تراجعت رؤية البشر بشدة، لكن التكنولوجيا حلت المشكلة. تعمل العدسات الاصطناعية على مضاعفة الضوء وتحمي البشر من الإصابة بالعمى الكامل. يجري تطهير وتعقيم السفن يومياً مما يمنع البكتيريا والميكروبات من التكاثر
لكنه يعني كذلك أن جهاز المناعة البشري لم يعد مضطراً لمكافحة أي أمراض، سرعان ما يفقد البشر القدرة على حماية أنفسهم ضد أي شيء، حتى نزلات البرد البسيطة تصبح شديدة الخطورة. لا بأس حتى الآن، لا توجد جراثيم أو أي شيء على متن السفينة، لكن ماذا سيحدث لاحقاً بعد عدة سنوات؟ تنمو على متن السفينة ملايين النباتات في دفيئات خاصة بالماء والأشعة فوق البنفسجية، تنتج النباتات الأكسجين وتنشره عبر السفينة بأكملها. بالطبع لا يكفي الأكسجين لتلبية حاجة الملايين، لكنه يساعد البشر على تذكر الكوكب الذي تركوه خلفهم. بعد قرون من الحياة في السفن الفضائية، تكيف البشر مع الظروف الجديدة وتوقفوا تقريباً عن التنفس. اختفت الرئتان بشكل كامل تقريباً، وبدأ البشر في تطوير طرق أخرى للحصول على الأكسجين من الماء، من أنابيب الأكسجين السائل. لقد تحولنا إلى نوع جديد تماماً، لكن الأمر ليس بهذا السوء. تتطور الهندسة الوراثية كل عام، تبتكر بدلات متكاملة لدعم الحياة تعزز الحركة والقوة والسرعة والرؤية والسمع وحتى الكلام. تضعف أصوات البشر حتى أنهم لا يستطيعون التحدث إلا همساً. لحسن الحظ تحتوي البدلات على مايكروفونات ومكبرات صوت مدمجة. لم يعد هناك طعام صلب، فقط سوائل مصنعة خصيصاً. بعد كل هذه المدة في الفضاء، لم تعد معدة الإنسان قادرة على هضم أي شيء في العموم. هل تشتهي قليلاً من الفول السوداني أو البسكويت؟ انسى ذلك تماماً. في البداية تمتع طعام الفضاء بالكثير من النكهات، لكن بمرور الوقت نسي البشر نوعاً ما النكهات المفترضة للأشياء، وفي النهاية توقفوا عن إضافة النكهات، وبسبب هذا الطعام الجديد عديم الطعم توقفت مستقبلات اللسان عن العمل، وسرعان ما فقد البشر حاسة التذوق بأكملها. بالنسبة للبعض الذين يرون هذه حياة لا تطاق، يوجد خيار آخر. يمكنهم الاستلقاء لملايين السنوات داخل كبسولات عالية التبريد. بعد ذلك سيتطلب الأمر فقط إذابة الجليد بسرعة عندما تصل السفن إلى وجهتها أخيراً. لكن هناك خطورة كبيرة في التجميد لمدة طويلة. ليس هناك ما يضمن ألا تصطدم السفن بنيزك ضخم أو ما هو أسوأ من ذلك. يبدأ البشر في اتخاذ نهج مختلف، يلجأون إلى تحميل وعيهم على حاسوب مركزي. يعد هذا أكثر أماناً ويتطلب طاقة أقل بكثير، وعندما تستيقظ يمكنك تنزيل بيانات دماغك في بدلة بشرية معدلة جديدة. يقرر البعض البقاء مستيقظين ويعيشون حياة طبيعية. تمر آلاف ثم ملايين السنوات، أصبح مظهر البشر مختلفاً الآن. أصبحت جميع أطرافهم الآن اصطناعية، ويجري التحكم في الهياكل الخارجية التي يرتدونها بواسطة طاقة العقل. مع كل ألفية جديدة تصبح الذراعان والرقبة والساقان والعمود الفقري أصغر وأصغر. تذوب العظام الهشة ببطء حتى تتلاشى. تختفي العينان والأنف والفم. لم يعد المخ محمياً داخل جمجمة، بل أصبح محاطاً بجلد رقيق فقط. يبقى الإدراك فقط. في ذلك الوقت أصبح البشر روبوتات قوية ذات تقنية متطورة، يحكمها كيس صغير نابض يحتوي على المخ. مرت بضعة ملايين من السنوات منذ رحيل البشر عن الأرض. لقد نسي جميع سكان السفينة أن جنسهم قد نشأ على كوكب له جاذبية. أصبح تاريخ الحياة على كوكب الأرض مجرد أسطورة قديمة، قديمة للغاية. يعتقد البشر أن هذه السفن هي موطنهم الحقيقي، وأنها لطالما كانت كذلك. لهذا عندما يصلون أخيراً إلى وجهتهم لا يرغب أحد في الخروج والتجول. تبدو الحياة على كوكب جديد مجهول بمثابة معاناة كبيرة أثناء ارتداء بدلة الفضاء. الجاذبية والهواء والبكتيريا والجراثيم، سيستغرق تطور البشرية آلاف السنوات للاعتياد على هذه الظروف الجديدة. لحسن الحظ يملك البشر سلاحاً سرياً، إنه التكنولوجيا. في هذه المرحلة
يجري تنزيل وعي جميع البشر من الحاسوب المركزي إلى بدلات روبوت جديدة، وهنا يتعين على البشر الاختيار، إما النزول من السفينة واتخاذ هذا الكوكب موطناً جديداً لهم، أو البقاء والحياة على متن السفن. أولئك الذين اختاروا البقاء في السفن انطلقوا في الفضاء الشاسع لاستكشاف المجرة والعثور على عوالم جديدة، بينما تعين على من اختاروا البقاء على الكوكب الجديد التكيف مع الظروف الجديدة. يختلف كل شيء تماماً عن الأرض، كثافة الهواء مختلفة وأنماط الطقس مختلفة، وتوجد عناصر كيميائية جديدة وغريبة سيستغرق الأمر مليون سنة أخرى قبل أن يتخذ هؤلاء البشر ذوي الأدمغة الآلية شكلاً جديداً. يوماً ما سيرغب أحفاد البشر البعيدين في البحث عن أصولهم، سيخترعون سفينة يمكنها عبور المكان والزمان، سيقودهم البحث إلى الماضي البعيد، إلى كوكب الأرض الصغير، إلى عصرنا الحاضر. قد يبدو هذا ضرباً من الجنون، لكن تخيل فقط أن يهبط غداً شخص ما في فناء منزلك الخلفي، إنه حفيدك القادم من المستقبل. من المحتمل أن يجد هؤلاء الركاب الذين ظلوا على متن السفن كواكب جديدة، وربما يقررون البقاء على بعضها. ستتغير أجسادهم وتتأقلم أيضاً، لذا خلال مليارات السنوات ستسكن الكون مخلوقات مذهلة مختلفة تشترك جميعها في شيء ما، جميعهم كانوا بشراً يوماً ما. يا له من يوم جميل لركوب القارب في المستنقع، ولولا هذا البعوض لكان يوماً مثالياً. لكن لسبب تجهله يصبح حجم البعوض أكبر كلما تقدمت في المستنقع أكثر. كان في البداية أشبه بحشرة صغيرة غير مرئية تقريباً، وأصبح الآن بحجم إبهامك. يمكنك سماع صوت أزيزه وهو يتجاوزك. تتقدم أكثر في محاولة للبحث عن سبب ضخامة حجمه، فترى في النهاية مجموعة كبيرة من البعوض بحجم راحة يدك تحوم في الأرجاء. يلاحظ البعوض وجودك ويتجه نحوك، فتتناول غصناً لضربه وإبعاده عنك. تجري عائداً إلى قاربك وتحاول الهرب، لكن يتبعك البعوض وينجح البعض منه في الهبوط عليك. تضرب البعوض لإبعاده، لكن يظهر المزيد منه بحجم يتجاوز حجم كرة سلة. تشغل القارب وتعود إلى اليابسة مسرعاً، وبمجرد أن تصل إلى هناك ترى الجميع في حالة من الذعر بسبب البعوض العملاق الذي يتجاوز حجم البعض منه حجم كلب كبير. وترى الناس مختبئين أسفل طاولات التنزه، بينما فضل آخرون العودة إلى سياراتهم والابتعاد عن المكان. تنزل من القارب وتهرع نحو أقرب محل بقالة يرافقك العشرات، فيغلق الموظفون البوابات، لكن يظهر البعوض من خلال الجدران الزجاجية الكبيرة وهو يتكاثر. إنه يكبر ويصبح بأحجام ضخمة لدرجة أنك رأيت بعوضة بحجم سيارة. إنها قوية حتى أنها سقطت على سيارة فارغة وسحقتها. يرتعد كل من في الداخل خوفاً مما يرون، لكنك تحاول تهدئتهم ومنع حدوث أي فوضى. يحط البعوض على الجدران الزجاجية ويحجب ضوء الشمس، ما جعل المكان مظلماً. رفع أحدهم مستوى صوت التلفاز حيث كانت هناك أخبار عاجلة. ينتشر البعوض في جميع أنحاء القارة ويدمر الموارد الطبيعية ويقتحم المدن. ينصح الناس بالبقاء في منازلهم حتى إشعار آخر. يلاحظ البعوض وجود أشخاص في المتجر، لذا يحاول البعض منه الدخول عنوة. وتحلق في السماء بعوضة بحجم سيارة غير مدركة لما يحدث في الأسفل. يسمع كل من في المتجر ضجيجا قادما من الغرفة الخلفية، فيدرك الموظفون أنهم لم يغلقوا الأبواب. تدخل بعوضة كبيرة لتضرب كل شيء في المكان. يركض الجميع في حالة من الذعر ويلقون عليها كل ما يجدون في طريقهم. يمسك بعض الناس بمطفأة حريق ويرشون محتوياتها لتذهب إلى الغرفة الخلفية. يغلق بعض الموظفين الباب ويضعون حاجزا عليه كي لا يتمكن أي شيء من الدخول. ينتظر الجميع في حالة من التوتر، ويظهر على التلفاز بث مباشر لتحليق البعوض العملاق في كل مكان، حتى أن هناك طائرة مروحية اضطرت للهبوط بسبب كثرة البعوض في السماء. يرتجف الجميع خوفا عند سماع صوت طنين المزيد من البعوض قرب الباب الخلفي. تمر الساعات ويستمر المزيد من البعوض في القدوم دون توقف. لا أحد في الخارج، ودمرت الكثير من المعالم في الحديقة. وترى البعض يأكلون كل ما أتيح لهم، بينما ينام البعض من شدة التعب.
يظهر على شاشة التلفاز خبر عاجل يفيد بوجود حافلة مصفحة ومجهزة لنقل الناس قرب المتنزه، لكنها لن تذهب إلى المناطق الحارة حيث سيكون الخطر كبيرا. الطريقة الوحيدة للوصول إلى تلك الحافلات هي الوجود على السريع بعد ساعتين. يحاول الجميع الاتصال بأحبائهم، لكن أبراج الهواتف النقالة قد دمرت ولا يمكن لأحد الاتصال بأحد، والبعوضة التي اقتحمت المنطقة قبل فترة وجيزة دمرت الخط الأرضي الوحيد الذي كان موجودا، والناس في حيرة من أمرهم حول ما إذا كان عليهم البقاء أو الرحيل. تغطي المزيد من الحشرات البقع الفارغة في السماء حتى تختفي الشمس. حينها انقسم الناس إلى مجموعتين، أولئك الذين سيغادرون للحاق بالحافلة ومن يريدون البقاء. يعرف الموظفون الطريق الخلفي الذي يمكن أن يؤدي بسرعة إلى الطريق السريع. المشكلة الوحيدة هي أن الطريق سيستغرق حوالي 20 دقيقة سيرا على الأقدام نظرا لعدم وجود سيارات لاستخدامها. الطريق صعب، إذ سيحتاجون إلى الهرب من المدخل الرئيسي والتوجه عبر الغابة الكثيفة خلف حاوية القمامة، ومن هناك يمكنهم دخول أحد المباني أو المرور عبر قنوات الصرف الصحي المؤدية إلى البحيرة المجاورة للطريق السريع. يقرر الطرف الأول المغادرة ويجهزون الإمدادات اللازمة للانطلاق، وفي كل ثانية يصل المزيد من البعوض ليغطي السماء. إنهم يتسلحون بأي شيء يجدونه لحماية أنفسهم. ينجذب البعوض لثاني أكسيد الكربون الذي يخرجه الناس عند الزفير، ويدرك أن هناك الكثير منه قادم من متجر البقالة. وبمجرد أن يصبح الجميع مستعدين للخروج، يحضرون بعض المشاعل ويضيئونها بوضع وقود الشواء عليها لإشعال النار. لقد كنت جزءا من المجموعة التي تخطط للهرب. تفتح الأبواب ويختبئ الجميع خلف حاوية القمامة. يحاول الكثير من البعوض مهاجمتكم، لكن يصده الدخان المنبعث من النار. في كل ثانية يزداد عدد البعوض ليملأ السماء والمكان. ينتهي الأمر بالعديد من الأشخاص بالعودة إلى المتجر لأنهم لم يتمكنوا من تجاوز حاوية القمامة والتوجه إلى المبنى الآخر. وفي النهاية يسرع بقية الأشخاص بمن فيهم أنت نحو المبنى، لكنه كان مغلقا ولا يمكن لأحد كسر الباب. كانت الخطة البديلة كسر زجاج النافذة والتسلل إلى الداخل، فتمسك بحجر وتحطم أقرب نافذة إليك. المشكلة الوحيدة هي قدرة البعوض على اللحاق بكم إلى الداخل، لذا ليس أمامكم خيار آخر سوى النزول إلى الطابق السفلي والبحث عن مدخل قنوات الصرف الصحي. لقد نجحتم بالعثور عليه ونزلتم جميعا إلى الأسفل، ولا بعوض هنا، لا شيء سوى الفئران. تسير على ركبتيك في مياه الصرف الصحي، ولا يستغرق الأمر منك سوى بضع دقائق حتى تصل إلى النهر. لكن هناك مشكلة أخرى، وهي أن المجاري لا تذهب إلى البحيرة مباشرة، بل تتجه إلى مكان ما في أعماق قنوات الصرف الصحي. تواصل السير إلى أن تجد مخرجا، فتجد نفسك قريبا من حفرة مياه تصب بها كل مياه الصرف الصحي قرب المستنقع. المشكلة الوحيدة الآن هي أنك لم تعد قرب الطريق السريع، وبدأ الوقت ينفد. يحتشد المزيد من البعوض في الهواء. ترى كائنات تطفو في الماء بحجم قريب من حجم القطط. إنها صغار البعوض وهي متجهة نحوك. تسرع برفقة الآخرين في التوجه نحو الشاطئ، فترون بعوضة عملاقة تحاول الإمساك بأحدكم، لكنها تخطئ الهدف. يصل الجميع إلى منطقة المستنقعات الكثيفة حيث لا يستطيع البعوض العملاق الدخول. يغطي الجميع أنفسهم بالأغصان لحماية أنفسهم. بقيت 15 دقيقة على موعد وصول الحافلة المصفحة، وبما أن البعوض غير قادر على الدخول إلى هنا، فسيكون هذا أفضل مكان للاختباء حتى ذلك الحين. يحل الظلام ولم تصل الحافلة بعد. مرت 3 ساعات ولم تصل. لا يزال البعوض يحوم في الأدغال الكثيفة. بعد فترة يسمع الجميع صوت محرك ويرون ضوءا على الطريق السريع. ينهض الجميع مسرعين نحو الحافلة، لكنك تمنعهم تجنبا للفت انتباه البعوض. تتطوع للتسلل وإيقاف الحافلة، وبعد ذلك يمكن لأي شخص آخر المتابعة دون لفت الانتباه. تحرك بضعة أغصان وتزحف إلى الطريق السريع. تحاول حبس أنفاسك كي لا تصدر أي صوت قوي عند تنفسك. تصل إلى جانب الطريق وتلوح بذراعيك لإيقاف الحافلة، فتتوقف ويفتح الباب. تشير إلى بقية الأشخاص ليتبعوك فيلحقون بك. والآن الجميع في الداخل آمنين. يلاحظكم بعض البعوض ويبدأ في النقل على الحافلة، لكن الدرع قوي. تنطلق الحافلة بحثا عن أشخاص آخرين على الطريق، وفجأة تحط أمامكم بعوضة عملاقة. تتوقف الحافلة فترى أمامكم بعوضة بحجم طائرة بوينغ 747. تستعد البعوضة للهجوم، لكن تسرع الحافلة وتنطلق للمرور من بين أرجلها. تحلق البعوضة وتحاول اللحاق بالحافلة،
لكن تدخل الحافلة نفقا يقود إلى الجانب الآخر من الجبل، وبعد بضع دقائق تصل إلى منطقة مفتوحة خالية من الأشجار أو المباني. تسرع الحافلة بينما تتجاوز العوائق على الطريق، فترى أخيرا أنكم بالقرب من متجر البقالة الذي كنت محتجزا فيه. تفتح الحافلة الباب لمن بداخلها لنقلهم إلى منطقة آمنة. تسمع من عمال الإغاثة أن العالم بأسره تعرض لاجتياح كامل من قبل هذه المخلوقات العملاقة، وأثناء وجودك في الحافلة ترى بعوضة هجينة برأسين وذيل عقرب. إنها بطول تمثال الحرية وهي مستعدة للهجوم. إن ما يسبب نمو هذه البعوضة بشكل غير طبيعي هو ما يجعلها هجينة ومتحولة، وكنت تظن أنها بداية أسبوع جيدة. اليوم واحد، تضرب هزة أرضية صغيرة وقوية مدينة نابولي الإيطالية. تتداول وكالات الأخبار الخبر، ويعتقد الخبراء أن جبل فيزوف، وهو بركان طبقي يقع على خليج نابولي، سيثور عما قريب. لكن متى؟ اندلع هذا البركان عدة مرات في الماضي، وهذه الاندلاعات السبب في شكله الحالي. يتكون من عدة طبقات من الحمم البركانية الصلبة والخفاف والرماد. اندلع بركان فيزوف آخر مرة في عام 1944، لكنه أحدث انفجارا كبيرا قبل حوالي 2000 سنة، وتسبب في دفن المدينتين الرومانيتين بومبي وهيركولانيوم، ودمر المناطق المحيطة بها. وفي الوقت الحالي تعيش 3 ملايين نسمة على مسافة تقل عن 30 كيلومتر من البركان، ويعيش 600 شخص في منطقة الخطر. تقع انفجارات كبيرة كل 4000 سنة بعد فترات زمنية طويلة من الهدوء في العادة. وتكمن المشكلة في أن فيزوف قد تأخر كثيرا بالفعل عن موعد انفجاره التالي، لكن هذه المرة يراقب مرصد فيزوف البركان. يضم المرصد محطات رصد زلازل ومصفوفات GPS خاصة ورادارا متصلا بأقمار صناعية لمساعدته على قياس الحركة الأرضية، كما يحتوي على معدات خاصة لتحليل المواد الكيميائية في الغازات المنبعثة من البركان. ويساعد كل هذا الخبراء على معرفة ما إن كان البركان على وشك الانفجار. لكن هل هذا أكيد؟ في الوقت الحالي تبعد الصهارة أكثر من 10 كيلومترات عن السطح. بدا الوضع آمناً بالأمس، لكنه الآن على وشك أخذ منعطف نحو الأسوأ. اليوم 3، تقع هزة أرضية أخرى بقياس 3 درجات على مقياس ريختر. جميع المعدات المركبة بالقرب من البركان متعطلة الآن. تندفع الصهارة للأعلى، لم تصل للسطح بعد، لكن جبل فيزوف مضطرب بالتأكيد. تتبع الهزة هزتان أرضيتان أخريان في فترة ما بعد الظهيرة، ليستا مثل الزلازل العادية، ويمكن لعلماء الجيولوجيا رؤية الفرق في أجهزة قياس الزلازل. تسجل الزلازل البركانية نتائجاً أقل ب4 إلى 5 إذا ما قيست على مقياس ريختر. الخبراء متأكدون الآن إنها مسألة أيام أو أسابيع فقط حتى ينفجر البركان. تظل بعض البراكين مضطربة لأشهر أو سنوات حتى قبل أن تثور، لكن الوضع لن يكون كذلك مع بركان فيزوف. اليوم 4، تبدأ الأرض في التصدع كما لو كان مخلوق عملاق عالقا في قشرة الأرض ويحاول يائسا الخروج لاستنشاق الهواء. ينبعث البخار من الشقوق الصغيرة في التربة، بعض المناطق أشد حرارة من غيرها، وإن ذهبت إلى هناك فستشعر كأنك دخلت إلى فرن وسيصعب عليك التنفس. اقتربت بعض الأغنام من الجبل وفقدت الوعي، وعندما عثر عليها المزارع كاد أن ينهار هو الآخر بسبب الغازات لا بسبب الحرارة. ينبعث ثاني أكسيد الكربون وكبريتيد الهيدروجين في الهواء، وتصبح رائحة المنطقة المحيطة بالبركان شبيهة برائحة البيض الفاسد، وتبتعد الكثير من حيوانات الغابة. تمتص الأشجار المجاورة هذه الغازات من التربة منذ أيام وتبدأ في التحول إلى اللون البني. ترتفع مستويات ثاني أكسيد الكربون في المنطقة بشكل هائل،
وتنطلق صافرات جميع أجهزة كشف الحرائق بشكل متواصل. اليوم 6، تتزايد الهزات الأرضية، ويقول الخبراء الذين يراقبون البركان في مرصد فيزوف إن الزلازل تأتي من الصهارة التي تدفع للأعلى. بعد ساعات قليلة يتم إعلان حالة الطوارئ الوطنية أمام آلاف السكان المحليين حوالي 15 يوماً قبل اندلاع البركان، ويجب عليهم إخلاء منازلهم. يبدأ 600 ألف شخص في منطقة الخطر بحزم حقائبهم والمغادرة في سيارات وشاحنات. الفوضى تعم المنطقة، لكن وسط كل هذا الاضطراب يقف بعض الناس بلا حراك، ينظرون حولهم في محاولة لاستيعاب ما يحدث، ويقوم عدد قليل منهم بالتقاط صور لمنازلهم، ويقوم آخرون بمشاركة ما يحدث على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن كبار السن يقفون في الخارج لإلقاء النظرة الأخيرة على منازلهم، ويأملون بأن يكون هذا مجرد إنذار خاطئ. لقد حدث هذا في السابق، لكن من يدري؟ اليوم 7، لقد كانت ليلة مؤرقة، غادر الكثير من سكان المنطقة، وقدم بعض الأفراد الطيبين من المدن الأخرى إلى المنطقة لمساعدة السكان على الإخلاء بشكل أسرع. هناك ازدحام مروري كبير، لكن توقع الجميع ذلك، لذا بدأت عملية الإخلاء في وقت مبكر. ألغت العبارات والقطارات والحافلات خدماتها للمساعدة في عملية الإخلاء. يعمل الجميع في جدول زمني مزدحم لتأكد من خروج الجميع بأمان دون أي تأخير. يرفض بعض السكان المغادرة، لكن يتمكن جيرانهم من إقناعهم في النهاية. سيستغرق إجلاء الجميع 7 أيام، وسيتوزعون على مناطق مختلفة في البلاد وليس المناطق الآمنة القريبة فحسب. اليوم 10، غادر أكثر من نصف السكان المنطقة الحمراء. بعد كل الفوضى يعم الصمت المكان، وتتخلله أصوات هزات أرضية مخيفة، كما يجري إجلاء الحيوانات أيضاً، ويحاول الكثير من الناس الآن إنقاذ أكبر عدد ممكن من الحيوانات من الغابة. اليوم 16، 25 مدينة وقرية معرضة للخطر جرى إخلاؤهم بالكامل. المنطقة الحمراء خاوية على عروشها، لكن تزداد الهزات الأرضية قوة، كأن البركان عبارة عن حلة ضغط جاهزة للانفجار. يتصاعد دخان أبيض من الفوهة الكبيرة على قمة الجبل والفتحات الجانبية. تتحرك الصخور المنصهرة باتجاه السطح، وتشكل الغازات المضغوطة فقاعات مثل التي تراها عند غلي الطعام. وإذ رب فجأة سماع دوي انفجارات قوية، ثم يحدث انفجار قوي بما يكفي لسماعه من على بعد آلاف الكيلومترات، ويليه الشعور بموجة الصدمة في جميع أرجاء إيطاليا. تقذف الصخور البركانية في الهواء، وتتشكل سحابة سوداء سميكة على شكل فطر وتتمدد في السماء. تترك الطيور أعشاشها وتحلق بعيداً في أسراب ضخمة. الحمم الحمراء الساخنة تقذف الآن من البركان مثل النافورة، وعند تدفقها إلى الأسفل تمحو كل شيء في طريقها. ثم يحدث انهيار أرضي بركاني، يسقط جزء من الجبل مخروطي الشكل، وتتفكك ملايين الأطنان من التربة والصخور من جانب البركان وتنهار. تنتشر الحمم البركانية على المنحدرات، وتتدفق ببطء إلى الغابة والمزارع. يرتفع عمود الرماد والخفاف وصخور أخرى عالياً في السماء، لدرجة أن سكان روما يرونه. ثم يبدأ برج الحطام في التساقط على الأرض. يسقط الرماد أولاً، ثم القطع الصخرية. الرماد في الجو كثيف جداً، لدرجة أن التنفس صعب هناك. وتتدفق الحمم ببطء إلى جميع أنحاء المنطقة، وتسقط كل الأشجار في طريقها. يكتسح الظلام والدخان كل القرى المجاورة. تنهار المباني، وفي كل مكان يوجد خليط من غازات سامة ساخنة وصخور تتحرك بسرعة أكبر من سرعة السيارة. يسقط المزيد من الرماد البركاني والصخور على بعد كيلومترات من البركان،
ويصطدم بالسيارات ويدمر الأسطح. السماء سوداء كالحة مع استمرار الحمم في القدوم، وتنغمر ببطء كل القرى المجاورة تحت الصخور المنصهرة. تصل بعض الحمم البركانية إلى البحر، ويغطي بخار أبيض عملاق الشاطئ حيث تقع الحمم، وتتحول الصهارة إلى اللون الأسود. يظهر الآن حريق غريب بلون أزرق فاقع على منحدرات جبل فيزوف، ويحدث بسبب احتراق الغازات الكبريتية تتسلل تحت ضغط مرتفع من التصدعات في سطح البركان، وتشتعل هذه الغازات بمجرد تلامسها مع الهواء، وقد يصل ارتفاع هذه النيران الزرقاء إلى 5 أمتار في الهواء. ألغيت جميع الرحلات الجوية القريبة من المنطقة، واضطرت الكثير من الطائرات إلى تغيير مسارها للوصول إلى وجهتها. ومنذ إعلان حالة الطوارئ الوطنية، لم يسمح لأي طائرة بالتحليق فوق البركان، فقد تتلف سحب الرماد البركاني المحركات النفاثة وأجزاء الطائرة الأخرى. تلوثت إمدادات المياه بتيارات الرماد البركاني، وأصبحت رائحتها كريهة للغاية. وفي فترة وجيزة تسببت الصهارة في اختفاء مدن كاملة، ولا يمكن رؤية أي شيء سوى أسطح المباني الشاهقة. يتبع الثوران الكبير والمدمر بضعة اندلاعات بركانية صغيرة وأقل صخبا. في هذه المرحلة أحد لا يعرف ما إن كان البركان قد توقف نهائيا عن الثوران، ولا يستطيعن أحد الذهاب إلى مكان قريب من المنطقة بعد 10 سنوات. معظم أجزاء المنطقة الحمراء مطمورة تحت الحمم الصلبة التي لا تزال ساخنة، بما في ذلك الموقع القديم لمدينة بومباي. بدأ بعض الناس في نسيان ما حدث، وبدأ آخرون حياة جديدة في مكان آخر، والبعض لا يريدون مجرد التفكير فيما حدث لمنازلهم القديمة. لكن العديد من السكان يعدون الأيام حتى يتمكنوا من العودة لمدينتهم بعد 100 سنة. تمشي في مكان يبدو كأرض قاحلة من الرماد البركاني، ثم تستوعب فجأة أنك تقف على مدينة أجدادك. كل شيء مغمور تحت سجادة سميكة من الحمم الصلبة، لكن أسفل هذه الطبقة لا يزال كل شيء تقريباً سليماً في لحظة مجمدة من الزمن. قبل ملايين السنين كانت أماكن الصحارى الحالية مغطاة ببحار ومحيطات. ماذا لو تكرر السيناريو وحلت المياه محل رمال الصحارى؟ ستتغير الحياة على كوكبنا بشكل جذري. قد يتصرف الرمل مثل سائل في حال تسبب تدفق هوائي قوي بدرجة كافية في ارتفاعه من الأسفل. يقلل الهواء الاحتكاك بين جزيئات الرمل، مما يخلق مساحة أكبر، وتبدأ الجزيئات في التحرك بحرية كما لو كانت في سائل. لو انفتحت فجأة فوهة ضخمة تحت قشرة الأرض ونفخت هواء أسفل الرمال، فقد تبدأ المنطقة بأكملها في الغرق كما لو كانت رمالاً متحركة. ستغرق المعالم الأثرية الصحراوية مثل الأهرامات الفرعونية أو أبي الهول تحت الأرض، وستختفي المدن الكبيرة المبنية على الرمال، وستبدو الصحراء الكبرى مثل مرجل يغلي، وستسقط قوافل الجمال لحظتها. لكن لا تقلق، لن تتأذى هذه الحيوانات، فالرمال السائلة غنية بالأكسجين، لذا يمكنها السباحة فيها. لكن ماذا لو تحولت الرمال إلى مياه حقيقية بدل الحالة السائلة؟ لو حدث هذا بشكل سريع وغير متوقع، فستقع كوارث في جميع شواطئ الأرض. تخيل أنك تتشمس على عوامة على شاطئ رملي في منتجع ساحلي، ترتدي نظارة شمسية وأمواج البحر تداعب قدميك، وتنعق طيور النورس فوق رأسك، وتحمل في يدك كوب شاي مثلج. يا لها من إجازة مثالية. لكن فجأة تشعر بأن عوامتك تتحرك، ثم تضربك موجة. تخلع نظارتك وتجد نفسك وسط البحر. لقد تحول الشاطئ بأسره إلى ماء، ووصل إلى الطريق حيث توجد السيارات والمنازل.
تساعد أشخاصاً كانوا يتشمسون حولك على صعود عوامتك، وبعدها تسبح إلى الشاطئ الجديد وتعود إلى منزلك وتشغل التلفاز وترى أن الكارثة تحدث في كل العالم. لقد غمرت المياه مئات الآلاف من الشواطئ، وتغمر المياه الشوارع والمنازل في المدن. الناس في حالة ذعر، يغادر بعضهم منازلهم في حين يأخذ آخرون ألواح تزلج ويركبون الأمواج. وبينما يحاول جزء من العالم التعامل مع فيضان عالمي من شواطئ رملية، يتشكل محيط خامس على الأرض. تقرر أن تستقل طائرتان وتحلق فوق أكبر صحراء رملية على وجه كوكبنا. تبلغ مساحة الصحراء الكبرى 9.5 مليون كيلومتر مربع، وهذا يعادل مساحة أمريكا تقريباً. تحولت مليارات الأطنان من الرمال إلى مسطحات مائية في ثانية واحدة، وبدأت كل هذه المياه في التدفق. ستنقرض الحيوانات التي تقطن المناطق الرملية مثل الجربوع والعقرب والكوبرا وغيرهم. تدمرت الدول المجاورة بسبب الفيضان. يتصل المحيط الجديد بالبحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر. يا حبيبتي يا مصر يا مصر، وبحر تيرانا. وترتفع مستويات المياه في محيطات العالم بشكل كبير، لدرجة تدفع معظم الدول الجزيرية لإخلاء سكانها إلى القارات. في المدن الساحلية، شط اسكندرية يا شط الهواء، يجلس الناس في المقاهي أو الأهاوي ويستمتعون بأوقاتهم. يتشمس البعض في حين يحاول البعض الآخر الهرب من الحرارة في الظل. تشد الرياح فجأة ويظهر ظل على الأرض يحدق به الناس في حيرة، بينما يستمر حجمه في الازدياد. إنها تقترب 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 علينا. ينظر الجميع للأعلى ويرون موجة تسونامي ضخمة تقترب من الشاطئ. الوضع أسوأ في الدول الصحراوية، فقد غمرتها المياه في لمح البصر وتحولت إلى عدة جزر صغيرة مقسمة. وستضرب أمواج ضخمة شواطئ المدن الساحلية لمدة طويلة. أصبحت أشد الأماكن حرارة على الأرض رطبة، وتحولت الرمال الساخنة إلى ماء شبه مغلي. تتبخر المياه بسرعة لتشكل سحب أمطار هائلة. يتغير ضغط الهواء بسبب الرطوبة العالية، وتهب رياح عاتية تسير السحب في جميع أنحاء المعمورة، الكوكب وليس الشاطئ. تهطل أمطار متواصلة حول العالم وتتسبب في غرق كل شيء. يختلط الماء بمحيطات العالم ويبرد، وتنخفض درجة حرارة أكثر الأماكن حرارة في العالم. وطبعاً لهذا التغير في درجات الحرارة، تتكون أعاصير وعواصف في أجزاء مختلفة من العالم وتدمر الأرض. تتغير كل تضاريس الأرض، وتتشكل بحار وبحيرات وأنهار جديدة حول العالم. قبل هذا الحدث، كانت المياه تشكل 70% من سطح الأرض، لكنها تغطي مساحة 90% الآن. من حسن الحظ أن الكوارث لا تدوم طويلاً، ورغم أن الرمال تغطي مساحة شاسعة من الأرض، لكنها ليست سميكة للغاية. مياه المحيطات أعمق بمئات المرات من الرمال في الصحراء، وفي بعض الأماكن لا يتجاوز سمك الرمال 0.5 سنتيمترات. قد يصل سمك الكثبان الرملية الكبيرة وحدها إلى 45 متراً. سترتفع مستويات المياه بشكل جذري، وعلى الأرجح أنها لن تعود أبداً إلى مستوياتها السابقة. لكن على الأقل سيهدأ الطقس عاجلاً أم آجلاً، لكن سيحدث أمر سيء. يا لطيف. سنوياً يرتفع مليارا طن من الغبار في الهواء، ومعظم هذه الكمية قادمة من الصحارى. تحتوي جزيئات هذا الغبار على عناصر مفيدة وبكتيريا. تحمل الرياح هذا الغبار حول الأرض، وينتهي المطاف بربع هذا الغبار في البحار والمحيطات. تغذي البكتيريا والعناصر الغذائية كائنات صغيرة في المحيط مثل العوالق النباتية أو الكريل، وتغذي هذه الكائنات بدورها الأسماك الصغيرة وحتى الحيتان.
والأسماك طعام للحيوانات البحرية المفترسة، وفي بعض الأحيان يشاركها العديد من الحيوانات البرية في افتراس الأسماك. لذا فإن تحولت الرمال إلى ماء، سيفقد المحيط الكثير من عناصره الغذائية. الخبر السار أن هذا الوضع لن يدوم طويلاً. ستتكيف العناصر الغذائية والبكتيريا مع الظروف الجديدة، وستتبخر مع الماء الذي يتكثف في سحب المطر. تعيش أكبر مجموعة متنوعة من الكائنات الحية البحرية في المياه الضحلة القريبة من الساحل، وسيوفر تحول الصحراء إلى مياه الظروف المثالية لتطور أشكال حياة جديدة. ستظهر أنواع حيوانات جديدة قادرة على العيش في المياه الساخنة، وستتكيف كائنات المناطق الرملية الساخنة مع الحياة البحرية الآن. ستتعلم الجمال السباحة، وستصبح الزواحف الصغيرة قادرة على حبس أنفاسها تحت الماء لفترات طويلة. وبفضل الطقس الحار وضحالة المياه، ستنمو كميات هائلة من الأعشاب البحرية في القاع، وستتمكن من تحمل درجات الحرارة العالية، وسيبدو المحيط الجديد مثل حديقة مفعمة بالألوان مع هذه النباتات البحرية. كما سيحاول البشر التكيف أيضاً، فسيبنون مدناً على هياكل خشبية ضخمة فوق المياه مباشرة، وسيوصلونها بالقاع بسلاسل طويلة، وسيصبح صيد الأسماك مصدر الغذاء الرئيسي لكل البشر. ستصبح السيارات شيئاً من الماضي، وستحل القوارب محلها. ستصمم شركات السيارات المعروفة يخوتاً وسفناً فاخرة. كما سيتعلم الجميع السباحة، وسيصبح كل سكان المدن البحرية سباحين ماهرين. تحياتي لأبو هيف والصحبة الكريمة. كانت كل المياه الجديدة عذبة حتى اختلطت بالبحار وأصبحت مالحة. لذا ابتكر الناس فلاتر خاصة لتصفية هذه المياه. الأسهم العالمية في تصاعد. لم يعد هناك أي مكان في العالم لا تتوافر فيه مياه كافية للناس. لكن ماذا لو تفاقمت غرابة وضعنا وتحولت كل رمال الأرض، وليس مجرد رمال الشواطئ والصحارى، إلى سائل؟ ستصبح كل الساعات الرملية في العالم أسرع، لأن الماء يتدفق بسرعة أكبر بكثير من الرمل. يستخدم الرمل في أعمال البناء المختلفة، فهو يدخل في إنتاج الخرسانة وبناء أسس قوية. ومن المستحيل صنع طوب وطين بدون رمل، وجميع المنازل باستثناء المنازل الخشبية، فتلك ستنهار على الفور. لكن حتى المنازل الخشبية ستتعفن بسبب مستويات الرطوبة العالية. كما يستخدم الرمل لتصنيع الزجاج، سينخفض إنتاج المرايا والنوافذ واللمبات بشكل كبير، وستقل احتياطيات مياه الشرب العالمية، لأن الرمل فلتر تصفية طبيعية. كما سنشهد ازدحامات مرورية خانقة على الطرق، لأنه لن تكون هناك طرق من الأساس. تخيل أنك تقود سيارتك وتتحول عجلاتها فجأة إلى جلي. ستتضرر المركبات على الطرق بشدة، كما ستتوقف الطائرات عن الطيران، لأن الرمل يستخدم في بناء مدرجاتها. ستكون السفن وسيلة النقل الوحيدة المتبقية. توجد الرمال في معظم أجزاء الأرض، لذا ستبدأ المياه في تبليل التربة وجرفها، وسيتحول العالم بأسره إلى مستنقع كبير وسيصعب التنقل فيه. سترتفع مستويات الرطوبة بشكل هائل، وسيظهر ضباب كثيف بشكل يومي. سيسيطر عدد هائل من حشرات العقربان المعروفة باسم السكولوبندرا والسلمندر والضفادع وغيرها من الكائنات العاشقة للرطوبة على الأرض. وقد تتطور بعض الحشرات ويكبر حجمها بفضل الظروف المثالية الجديدة. أما بالنسبة للبشر، فإن نجوا من كل هذه الأحداث، ستظهر حراشف على أجسادهم لنقل الرطوبة بشكل أفضل. ستبدو الأرض مثل كوكب من فيلم خيال علمي، لكن من حسن حظنا أن هذا لن يحدث أبداً، وبالتالي فلا داعي للخوف على شاطئ المعمورة أو المعمورة الشاطئ.
أعدكم سأذهب للعلاج. يا له من يوم جميل، أليس كذلك؟ أجل، حتى تسمع ذلك الصوت المدوي، لقد اختفت الجاذبية لثانية. لنلخص الأحداث من أصغر نطاق إلى أوسع نطاق. سنبدأ بك أولا. أجل أنت، إن اختفت الجاذبية ولو لثانية واحدة فللأسف لن تظل على حالك الطبيعي. الأمر أن الجاذبية لا تبقيك ثابتا على الأرض فحسب، بل تثبت جميع الذرات ببعضها البعض داخل جسمك. إن اختفت قوة الجاذبية تماما حتى لفترة قصيرة جدا من الزمن، فتم احتمال أن يحلق كل جزء من جسمك في اتجاه مختلف. بلاف! إن لم يحدث ذلك فستطفو فوق الأرض، ليس على ارتفاع شاهق، لأن ثانية واحدة ليست كافية لتحلق لمسافة طويلة. إن توقف مفعول الجاذبية بالنسبة لك وحدك، فإنك سترتفع عن الأرض سنتيمترين ونصف وستقع دون الإصابة بمكروه. لكن لن يشغل بالك في تلك اللحظة سوى فقدان الأكسجين في رئتيك، لأنه بلا جاذبية سيكف جسمك عن ضخ الدم. والآن إن تأثرت الأشياء من حولك أيضا، فستكون محظوظا إن كنت بعيدا عن منزلك، لأن كل شيء من حولك سيطفو معك في الهواء. وبعد ثانية ستسقط جميع أدوات المطبخ وسريرك وخزانة ملابسك إلى آخره أرضا. لحسن الحظ ستظل المباني والأشجار في مكانها، لأنها راسخة جيدا في الأرض بوسائلها الخاصة. ومع ذلك فلن يكون المشهد ممتعا للغاية، وستجبر على تنظيف تلك الفوضى بنفسك. يا لحظك العاثر! بالمناسبة، من المؤكد أنك تعلم أن كوكبنا يدور ويجوب الفضاء بسرعة ساحقة، لذا فهناك احتمال أنه إذا توقفت الجاذبية لثانية سيستسلم كل شيء على سطح الأرض إلى هذا الخلل الفيزيائي ويحلق بشكل أفقي بسرعة عدة مئات من الكيلومترات في الساعة. ستخلف فوضى أفظع من ذلك بكثير إن احتفظ كل شيء بوزنه الحقيقي. إن لم يحدث ذلك فلن تكون هناك مشكلة، ربما، لكن ستبدأ المشكلة الحقيقية إن اختفت الجاذبية على سطح الكوكب بأكمله، إذ تعادل قوة الجاذبية الضغط من داخل كوكب الأرض. وإن اختفى الضغط الخارجي لن يوقف شيء الأجزاء الداخلية المنصهرة في كوكبنا من الانفجار والانبثاق إلى السطح. سيضرب زلزال عظيم كوكب الأرض، بما أن الصفائح التكتونية ستتحرك إلى الأعلى، وربما أيضا ستنفجر جميع براكين العالم. بما أن الحمم البركانية المنصهرة ستلفظها البراكين من شدة الضغط، إن وقع مثل هذا الانفجار العظيم للحمم البركانية فلن ينجو شيء ما عدا أكثر المخلوقات ثباتا مثل دب الماء. ستنتشر سحب من الرماد البركاني في جميع أنحاء الكوكب وتحجب عنا الشمس. في البداية سترتفع الحرارة بسبب الاحتباس الحراري، لكن سيبرد بعدها كوكب الأرض ليبدأ عصر جليدي جديد. هذه بشرى، سيحدث كل ذلك حتى إن عادت الجاذبية بعد ثانية واحدة، لأن كل هذه الظواهر ستقع سلفا، لذا ستتطلب قوة أكبر لتهدأ بالكامل. وهناك في الأعلى سيتبخر الغلاف الجوي للأرض ببساطة، إذ يحتفظ الكوكب بالهواء الذي نتنفسه في جميع أرجائه بفضل قوة الجاذبية أيضا، لذا فإن توقفت فلن نجد شيئا يملأ رئتينا. عندما تعود الجاذبية بعد ثانية، ربما سيلملم الغلاف الجوي شتات نفسه ثانية، لكن الأضرار قد وقعت سلفا. سيستغرق الهواء الكثير من الوقت ليعود إلى تركيبته الأصلية. وفي هذه الأثناء ستقع أمور أسوأ بكثير في الفضاء الخارجي. على حد علمنا تثبت الجاذبية كل شيء في الكون، بما في ذلك الكواكب والنجوم والمجرات والعناقيد المجرية حتى. فعلى المقياس الكوني يعد كوكبنا أشبه بحبة غبار نظرا لوزنه الصغير للغاية، والشمس عملاقة بشكل لا يصدق إن قارناها بالأرض، فقطرها أكبر بمئة وتسع مرات وأثقل بثلاثمائة ألف مرة. لهذا السبب فالجاذبية قادرة على إبقاء العديد من الكواكب في مدارها، والآن تلك القوة الهائلة قد اندثرت بالكامل. رغم أن الأمر لا يدوم سوى ثانية واحدة فقط، لكن الضغط الهائل للغازات داخل نجمنا سيجعله ينفجر، فترسل موجة حرارية أبعد بكثير من أي شيء عرفناه في التاريخ،
الأرجح أن الشمس ستنجو بما أن ثانية الواحدة تعد فترة قصيرة من الزمن لتسمح للنجم بالتضخم كثيرا، لكن لا يمكن قول الشيء ذاته عن كوكب عطارد والزهرة والأرض وربما المريخ أيضا. يحتمل أن يتحول عطارد إلى رماد لكونه الأقرب للشمس، ودرجات الحرارة على كوكب الزهرة عالية سلفا، لكنها سترتفع أكثر بكثير فتحرق سطحه. لحسن الحظ أنه ليس مأهولا بالسكان، على عكس كوكب الأرض للأسف الشديد. ولشديد الأسف ربما ستمحو الموجة الحرارية الآتية من الشمس غلافنا الجوي أولا، ومن ثم ستفعل الشيء ذاته مع السطح. لذا إن تخيلت مدى فظاعة هذا المشهد ستدرك أن شيئا غير قادر على النجاة. عظيم، هذا رائع. لكن لم ينتهي الأمر بعد. تعد الشمس أحد أقرب النجوم في الكون وأكبر النجوم المعروفة أيضا، وأثقلها 1500 مرة. إن فقد هذا العملاق جاذبيته لثانية واحدة فسيندثر ببساطة كل شيء حوله بملايين وملايين الكيلومترات، بما في ذلك النجوم الأخرى الأصغر حجما. لكن دعنا لا ننسى الأجسام ذات الكتلات الأكبر، مثل تلك التي تتمتع بجاذبية أكبر، مثل النجوم النيوترونية والثقوب السوداء. فكلاهما صغير للغاية رغم كتلتهم الهائلة، مثلي تماما، لكن الضغط بداخلهما حتى لجزء من الثانية لا يعني سوى انفجار فضائي هائل، ومع ثانية كاملة سيحدث بلا شك. لا يعرف أحد كيف تعمل الثقوب السوداء على وجه اليقين، لذا فثمة احتمال أن يحدث شيء آخر داخلها، أو لا شيء على الإطلاق، من يعلم. وأخيرا على نطاق أوسع، إن قررت الجاذبية أخذ قسط من الراحة لثانية فمن المدهش أنه لن يحدث الكثير. أغلب الظن أن الكواكب ستحتفظ بمدارها رغم أنه سيتغير قليلا، وإن تحدثنا عن المجرات أو العناقيد المجرية فتلك لن تلحظ شيئا البتة، ستكون أكبر التغييرات محلية، لأنه كما قلت آنفا ستنفجر النجوم، وكلما كان الانفجار أكبر كلما أثر بشكل أعمق في الأجسام الفضائية المجاورة له. فمثلا إن أرسل نجم كبير كفاية موجة من الطاقة النووية في اتجاه النظام الشمسي، فربما سيرسل كويكبات تحلق ناحيتنا من سحابة أورت. تسقط تلك الصخور على سطح القمر وكوكب الأرض في الكثير من الأحيان، لكنها صغيرة في الغالب. لكن تلك التي أتت إلينا إثر انفجار نجمي قد تكون أكبر حجما وأكثر خطورة بكثير. ستحمينا بقية الكواكب، لكن فرص الاصطدام ستكون أعلى من المعتاد بكثير الكثير. لكن من سيكترث لذلك؟ سنكون أشبه بالخبز المحمص بحلول ذلك الوقت. من الواضح أن هذه مجرد تكهنات، فأحد غير متيقن مما سيحدث إن قررت الجاذبية فجأة التوقف عن العمل حتى لثانية واحدة. لكن ما نعرفه فعلا أنه لن يحدث ذلك دون كسر عدة قوانين فيزيائية دفعة واحدة. العلماء متيقنون من أن مثل هذا الانطفاء الكلي مستحيل تماما، فحتى يحدث ذلك يجب أن يفقد كل شيء في الكون كتلته أولا. الكتلة السبب الرئيسي حتى تحظى الأجسام بجاذبية، لذا فكلما كان الجسم أثقل كلما كانت جاذبيته أكبر. لكن إن كنت أثقل بعدة ملايين المرات فربما ستصبح محط اهتمام الجميع. مهلا، لو كنت مكانك لاستغليت تلك الفرصة. تسافر على متن الدرجة الأولى إلى باريس، ستغتنم الفرصة لتأمل المشاهد الطبيعية الساحرة لهذا البلد، ومن ثم تسمع الطيار يخاطب الجميع قائلا: تنبيه لجميع الركاب، أنا القبطان، الأرض تحتنا صارت مثل الجلي، لن نتمكن من الهبوط، يدب الذعر في نفسك وجميع الركاب، ما الحل لهذه المشكلة؟ يبدو أن اليابسة تترقص فعلا مثل الجلي، تومض إشارة ارتداء أحزمة الأمان، لكن لا أحد يكترث لها، يسقط الناس فوق بعضهم البعض، وتحاول مضيفات الطيران التهدئة من روع الجميع، لكن الركاب يدفعونهن في الأرجاء متجاهلين جميع الإرشادات. الوجبات تحلق في كل مكان، والناس يسقطون أمتعتهم في تخبط واضح. تنظر عبر النافذة وترى المباني تقع كأنها سلسلة من قطع الدومينو. صارت الشوارع مثل الإسباكيتي، والبحار تغرق المدن،
فيما تغوص الجبال من بعيد في أعماق الأرض وتتسبب في سلسلة من الانجرافات الأرضية. تبدو الأرض فعلا كأنها قطعة جيلي. يجن جنون هاتفك من الكم الهائل من الإشعارات عن الخبر العاجل. لقد وقعت هذه الظاهرة في جميع أنحاء العالم، لكن السبب ليس زلزالا عظيما أو ما شابه. لقد فقدت القشرة الأرضية قوتها وصارت طرية مثل كيكة عيد الميلاد. طبقات الأرض عديدة ومكدسة فوق بعضها البعض، وهي النواة الداخلية والخارجية والوشاح والقشرة الأرضية. القشرة هي الطبقة العلوية التي نمشي فوقها جميعا. حينما يتحرك الوشاح أكثر من اللازم تنزاح القشرة الأرضية من مكانها، وهكذا تقع الزلازل. القشرة الأرضية مكونة من 7 قطع عملاقة والعديد من القطع الصغيرة، والآن لقد انقسمت جميعها إلى ملايين القطع الأصغر. الأمر أشبه بسرير مائي يغطي العالم بأسره. برج إيفل، أهرامات الجيزة، سور الصين العظيم، وناطحة السحاب والجسور، جميعها في ورطة. تعودت أنت وباقي البشر على السطح المهتز الجديد للأرض، وصار روتينك اليومي يقتضي ارتداء أحذية خاصة لمساعدتك على الحفاظ على توازنك أينما ذهبت. لم تعد ترى الكعب العالي أو الأحذية الرياضية. الأحذية الجديدة مصممة للالتصاق بالأرض، كما تتسلق السحلية الجدار. والنوم في حركة دائمة صار العادي المتوقع، لكنه ليس كالنوم على سرير مائي، بل أسوأ بكثير. تخيل أن تستيقظ من النوم في منتصف الليل لتشرب كأس حليب، فتجد الأرض تهتز بشكل جنوني. ستقع 20 مرة قبل الوصول إلى المطبخ، ونزول الدرج سيكون أشبه بجولة في الملاهي. لم تعد المنازل المبنية من الخرسانة موجودة، فلديك الآن فقاعة عملاقة تعتبرها منزلك. وبالاعتماد على تكنولوجيا خاصة، يمكن أن نثبت الأرضية داخل الفقاعة حتى لا تهتز طوال الوقت. تتأرجح قاعدة الأساس تحت البيت مع القشرة الأرضية حتى لا تنهار بالكامل. يعتمد الناس على تكنولوجيا طائرات الدرون لتوصيل الطعام والمؤن والأجهزة الذكية. في الحقيقة السماء تكتظ بطائرات الدرون التي تتجول من مكان إلى آخر. لقد تغيرت الألعاب الرياضية بالكامل، وصار من اللازم تزويد لاعبي كرة السلة بخوذات ومعدات وقائية حتى لا يؤذوا أنفسهم عند الوقوع، الأمر الذي يحدث بكثرة. إن حاولت المراوغة بالكرة على سطح طري فستجدها مستحيلة تماما. الرياضة الوحيدة التي ظلت على حالها هي هوكي الجليد، أو بالأحرى جميع الرياضات الجليدية مثل التزلج السريع والتزلج الاستعراضي. طالما أن الجليد سميك بما يكفي فلا يهم ما يحدث تحته. يعتمد الجميع تقريبا على تلك الفقاعات لفعل كل شيء والوصول إلى أي مكان. فكر في الأمريكا كرة هامستر عملاقة تطفو على سطح بحيرة قاحلة. لقد تأقلم البشر ولم يعد أحد يعاني من دوار الحركة. لا يزال الاقتصاد الجديد يعتمد على التبادل التجاري والنقل، لكن في وقتنا الحالي يتم ذلك بشكل أساسي بالاعتماد على السفن لا على الشاحنات العملاقة التي تجوب الشوارع، إذ لا توجد شوارع أساسا. صارت المروحيات رائجة أيضا، لكن الهبوط بها أمر صعب. وفي جميع أنحاء العالم تطفو المدن وتنجرف بعيدا عن بعضها البعض. كانت الانجرافات من هذا النوع تستغرق ملايين السنين، لكنها اليوم لا تتطلب أكثر من بضع سنوات. تخيل العيش في ميلبورن في أستراليا، وبعد أشهر تنتقل مدينتك وصولا إلى أمريكا الجنوبية كأنها سفينة سياحية. كانت ملايين الحيوانات مضطرة لقطع مسافات ساحقة للبحث عن الماء في المواسم الجافة. لقد انتهى كل ذلك، فيما لم تتأثر الحياة البحرية أو الطيور بشتى أنواعها بهذه الظاهرة الجديدة. بما أن الأرض تتحرك باستمرار، فمن المستحيل أن يظل قطيع حيوانات كما هو خلال السفر عبر اليابسة. الحيوانات تحاول التأقلم مثلنا، لكن ذلك صعب عليها. تكيف ماعز الجبال مع المرتفعات، لكن العالم اليوم مجرد يابسة مسطحة وطرية. بعد ارتداء الحذاء، تشق طريقك لزيارة بعض أصدقائك في المنتزه، وكل ذلك داخل فقاعة كبيرة بطبيعة الحال. حينما انهارت اليابسة قبل سنوات، تداعت المصانع وأطلقت الكثير من المواد الكيميائية في الغلاف الجوي. أجل، أعتقد أني سأظل داخل فقاعتي. تدخل سيارتك شبيهة بفقاعة الهامستر الصغيرة وتنطلق إلى المنتزه. الأرض وعرة ولزجة في الوقت نفسه، لكنك تنجح في النهاية. هل سبق وجربت الأكل أو الشرب على متن سفينة تتأرجح في البحر؟ البحارة معتادون على ذلك، لكن الأمر يمثل كابوسا بالنسبة لمعظمنا.
في وقتنا الحالي أتقن الجميع هذه المهارة وصاروا يمسكون الحساء الساخن دون أن تنسكب أي قطرة. بعد تناول الغداء يقرر صديقاك الخروج واستكشاف الأراضي خارج الفقاعة العملاقة. في بداية الأمر ترفض الاقتراح، لكنك تجد نفسك بطريقة ما عالقا داخل سيارتك الفقاعية تتجه ناحية المخرج. تخرج خلسة دون أن يكشفك الحراس وتعثر على مكان لإخفاء السيارات والخروج. تبدو أنت وصديقاك سخيفين تماما بتلك الأحذية الخاصة وأقنعة الغاز، ومع ذلك فذلك أهون من استنشاق الغازات السامة. تشق طريقك إلى حيث تواجدت إحدى المدن الكبرى. المشهد أمامك أشبه بفيلم خيال علمي، فالمباني مكدسة فوق بعضها البعض، وقد طمست الطبيعة المعالم الحضرية. الشوارع القديمة انشطرت وكشفت عن مكوناتها الأصلية، وصرت تمشي الآن على الطوب والإسمنت والخرسانة المكسورة. التماثيل مدفونة إلى نصفها في الأرض، وأمامك بالضبط مطار مهجور وقديم. عليك أن تحذر قبل أن تدوس بقدمك على الأرض، فهي ترتج تحت قدميك بالضبط، ولم يأتي أحد إلى هنا منذ سنوات. وبينما تمضي إلى مركز المدينة، تتسلخ قطع كبيرة من الخرسانة عن مبنى قديم. تحاول القفز والابتعاد عن طريقها، لكن الأرضية تهتز بشكل جنوني، وبالكاد تنجح في ذلك. وأخيرا تجد نفسك أنت وصديقك في مركز المدينة، وهناك تلاحظ الكثير من المياه. حينما انهارت المباني، دمرت جميع أنظمة مياه الشرب والتصريف الصحي. جميع المياه في المنازل والمحلات التجارية والمصانع والمزارع القريبة انتهى بها المطاف هنا. تتسلق أنت وصديقك أحد المباني وتصلون إلى قمته. المدينة أشبه بالأسطورة أطلانتس، فيما تبدو المباني كأنها أطلال عتيقة لحضارة منسية. صار أحد صديقك يرتجف من الخوف، ربما حان الوقت للعودة إلى المدينة الفقاعية، لكنك تفكر بأنه من الأفضل مواصلة السير إلى الأمام. تجد قطعة خشب عائم وتصنع قاربا أو ما يشبهه، تصعدون على متنه وتجدفون عبر المدينة. تحت السطح يزدهر نظام بيئي متكامل من النباتات والحيوانات البحرية، وعلى مسافة قريبة ترصد سفينة نصفها مطمور تحت المياه. تخطر ببال أحد صديقيك فكرة الذهاب إلى هناك واستكشافها معا، وفي اللحظة التي تطأ بقدمك السفينة تهتز المياه. إن الأرضية تحت السفينة ضعيفة جدا، لدرجة أن أبسط التغيرات في الضغط قد تغرق السفينة في أعماق الأرض. تعود إلى القارب ويبدأ الجميع في التجديف للعودة إلى حيث كنتم، لكن قاع الماء يهتز بشدة وتنهار المباني حولك وتتلاطم في الماء بقوة. تشعر بأنك تخترق نهرا هائجا في عز الشتاء، لكن بدلا من الماء السماء تمطر خرسانة في هذا المشهد. وما أن تنجحوا في العودة إلى سيارتكم الفقاعية، تقرر أنت وصديقك بأن الوقت حان للعودة إلى الفقاعة العملاقة. ما أن تبدأ في السير حتى تلاحظ بأن كل شيء يبدو مختلفا تماما. تغيرت اليابسة كثيرا وتهت عن طريقك. يبدو كل شيء متشابها، كأنك عالق داخل متاهة ضخمة. تقود سيارتك في الأرجاء لوقت طويل. هل اقتربت من الفقاعة العملاقة؟ من المستحيل معرفة ذلك. ومن حيث لا تدري تسمع هديرا قويا فوقك بالضبط. تنظر إلى السماء وترى مروحية تحلق في الجو. تنزل سلما من الحبل وتتسلقه مع رفاقك. لقد حالفك الحظ هذه المرة. تخيل التالي، أنت قضيت كل حياتك في البحث عن الكائنات الحية الدقيقة، وقبل بضع سنوات بدأت العمل على جهاز قادر على تقليص حجم جسمك. اكتمل هذا الجهاز الآن. قررت تقليص حجم جسمك إلى ما يعادل الإبهام في البداية حتى تتمكن من رؤية بعض الميكروبات بالعين المجردة، وبعد إجراء المزيد من التجارب ستقلص جسمك ليصبح بحجم البكتيريا. لخوض تجربة آمنة ترتدي بدلة خاصة تشبه بدلات رواد الفضاء ومزودة بنظام داعم للحياة. توجه شعاع الجهاز إلى جسمك. من المفترض بهذا الشعاع تغيير كتلة جسمك وحجمه، وللعودة إلى حجمك الطبيعي يجب عليك الوقوف على منصة دائرية بحجم كرسي الهوكي. تضع المنصة بالقرب من قدميك حتى يسهل عليك صعودها بعد أن يصغر جسمك، والضغط على الزر هو تشغيل الجهاز. أوه، هناك مشكلة. يرتكب الجهاز خطأ ولا يقلصك إلى حجم إبهام، بل أصغر من ذلك 1000 مرة، بحجم بكتيريا. أنا في ورطة. تنطق هذه العبارة عندما تحلق ذبابة بحجم طائرة أمامك أثناء تقلصك. لقد أصبح حجمك صغيرا جدا، لدرجة أن صوف السجادة التي تقف عليها يبدو مثل أشجار ضخمة.
لا تقلق، ما عليك سوى العثور على القرص والوقوف عليه للعودة إلى حجمك الطبيعي. إنه بجوارك على بعد بوصة واحدة فقط. مهلا، لكن ما الذي تعادله البوصة الآن عندما يتسع طرف شعرة إنسان لألف شخص بحجمك؟ تقرر تسلق الصوف لتحديد مكان القرص. لا يمكنك رؤية سقف المختبر. الغرفة غير واضحة بسبب حجمها الهائل، وتحيطك آلاف البكتيريا بأحجام وألوان مختلفة، لكن تتمكن من تحديد ثلاثة أشكال رئيسية. البكتيريا المدورة الشبيهة بالكرة تسمى المكورة. يمكن لهذه البكتيريا الاندماج مع بعض وزيادة حجمها. هناك بكتيريا أسطوانية على شكل كبسولة تبدو مثل السجق والموز وتسمى العصوية. يطلق على البكتيريا الحلزونية اسم اللولبية. توجد أهداب شبيهة بالشعر على أطراف أجسامها. البكتيريا ضرورية للأرض، فهي تساعد على إنتاج الأكسجين وامتصاص ثاني أكسيد الكربون، وتنقي الهواء والماء، وتهضم الطعام داخل معدة الإنسان، وتقوي نظام مناعته. تزحف البكتيريا على كافة أنحاء السجادة، وتبدأ أنت في تسلق الصوف. تصادف في طريقك البكتيريا المكورة الشبيهة ببطاطس ضخمة، واللولبية الشبيهة بسباغيتي. بعد بضع ساعات تصل أخيرا إلى قمة السجادة. بالنسبة لك استغرق ذلك دهرا، لكن في الواقع لم تمر سوى بضع دقائق فقط. كلما صغر حجمك زاد بطء الوقت. نواجه جميعنا صعوبة في قتل الذباب لأنه يرى حركاتنا بصورة بطيئة. حسنا، تنظر حولك وترى غابة صوف مترامية الأطراف. في الأفق ترى ظل جبل كبير مع قمة مسطحة، يبدو لك أكبر من جبل إيفرست. ممتاز، ما عليك الآن سوى الوصول سالما إلى هناك. لكن تهاجمك فجأة بكتيريا ضخمة من الأسفل. إنها بضع بكتيريا عصوية مندمجة تبدو مثل حفنة من السجق. تقفز إلى الأسفل للهرب منها. وزنك خفيف للغاية لدرجة أن السقوط من أي ارتفاع آمن لك. تجري الآن وسط الغابة الكثيفة، وتلاحظ أن الكثير من البكتيريا تستهدفك، وذلك لأن معظم البكتيريا تتناول المواد العضوية مثل الجلوكوز والكربوهيدرات. ومن سوء حظك أنك أكبر مصدر للكربوهيدرات الآن. تلتصق الميكروبات الصغيرة برجليك وذراعيك ووجهك. تحاول التخلص منها لكنك تسقط. تقترب منك عدة بكتيريا عصوية مندمجة، وفجأة يصطدم بها جسم دائري مع أشواك بحجم كرة قدم. ترى الكثير من هذه الكرات وتستوعب أنها فيروسات. إنها كائنات حية دقيقة لا تستطيع العيش بعيدا عن البكتيريا. يجب عليها إصابة كائن حي حتى تتكاثر. تدخل الفيروسات البكتيريا كما تهاجم البكتيريا الأخرى التي تطاردك. ترى بكتيريا عملاقة تبدو مثل طائرة ركاب بدون أجنحة. إنها نوع من البكتيريا المكورة، بضع كرات كبيرة متصلة ببعض وعلى وشك التهامك. ترى كرة قدم صغيرة شوكية تدخل في جسمها. تهتز البكتيريا وتتجمد. بعد لحظة يظهر ثقب فيها وتتطاير منه مئات آلاف الفيروسات. تنتشر هذه الفيروسات في كل مكان وتبحث عن مضيف جديد. تطير الكرات الشوكية بسرعة كبيرة ناحيتك. تمسك قطعة وبر وتحركها مثل مضرب بيسبول. تواجه الفيروسات واحدا تلو الآخر. ينكسر مضربك وتهرب. يبدو أنك بأمان الآن. تدخل حقلا كبيرا ولا ترى سوى البكتيريا. تدرك أنها بقعة صغيرة على السجادة حرقتها بالخطأ قبل بضعة أشهر. يوجد مليار ميكروب هنا، وتتكاثر هذه الكائنات بسرعة هائلة. يزيد حجم البكتيريا الواحدة ثم تنقسم إلى شطرين. بعد بضع دقائق ينمو الشطران وينقسمان. أصبح عدد البكتيريا أربعة الآن. وهكذا تنمو مستعمرة البكتيريا بصورة مضطردة. مع هذا التكاثر السريع تنتج البكتيريا الواحدة نسلا بوزن طن واحد في غضون 24 ساعة. بعد 5 أيام يمكن للبكتيريا ملء كل البحار والمحيطات. من حسن الحظ أن سرعة انقسامها تساوي سرعة هلاكها. الجفاف، شعاع الضوء، ارتفاع درجة الحرارة، الرطوبة، كل هذه الظواهر تسيطر على تعداد الميكروبات. لو كانت الظروف مثالية للبكتيريا لسيطرت على كل العالم بسهولة. أنت تشق طريقك عبر حقل الكائنات الحية الدقيقة. تلتهم البكتيريا الكبيرة البكتيريا الصغيرة. تتكاثر ثم تهلك. إنه بحر يغلي من الحياة. تشعر أن قدمك عالقة. لقد دست على شيء دبق. تحتك مباشرة تزحف بكتيريا مكورة كبيرة من الأرض. هذه البكتيريا متصلة ببكتيريا أخرى وليس لها شكل معين. تبدو مثل كتلة حيوية نابضة بلا شكل.
تتشبث بجسمك وتلتف حولك، تشعر وكأنه لاما دافئا يمتصك، تضغط البكتيريا على صدرك ويصعب عليك التنفس والتحرك. في هذه اللحظة يصطدم جسم يبدو مثل مسمار معدني بالبكتيريا، بعد ذلك تخترقها ألماسة كبيرة، تليها عدة أرجل رفيعة ملساء تبدو مثل إبر منحنية. تتحد كل هذه التفاصيل وتتحول إلى مخلوق غريب داخل الميكروب. تتصل القطعة الألماسية بأحد طرفي المسمار وتتشبث أرجل الإبرة بالأسفل، وتقتحم العشرات منها الجسم الهلامي، تتصل ببعض وتشكل جيش روبوتات. تنبثق كل هذه المخلوقات من ثقب صغير في البكتيريا وتمزقها إلى أشلاء. أنت تهرب وتجد نفسك وسط فوضى عارمة. يسمى الروبوت الصغير ذو الرأس الألماسي العاثية. هذا المخلوق طبيعي رغم مظهره الصناعي. تقوم العاثية بمهاجمة البكتيريا من الداخل وتدميرها. هذه طريقة تكاثرها. العاثيات موجودة في كل مكان وتسيطر على عدد الكائنات الحية الدقيقة. تخلف البكتيريا فضلات عفن داخل جسم الإنسان عندما تتكاثر، وهذه الفضلات ضارة بالجسم، لذا يجب التخلص منها. وفي بعض الحالات يلجأ الأطباء لاستخدام العاثيات حتى تساعد في التخلص من الميكروبات الضارة، ولا تهاجم العاثيات أي شيء عدا البكتيريا. ترى الآن مئات مليارات العاثيات تدمر مليارات البكتيريا. تقفز الألماسات المتحركة على البكتيريا وتغرز رؤوسها فيها وتطلق شفرة جينية، وهي أجزاء منفصلة تجتمع في عاثيات جديدة. تواصل طريقك وتأخذ بضع ألماسات معك من باب التحسب. الطريق طويل، لكن بعد بضعة أسابيع تتمكن أخيرا من الوصول إلى القرص. في الواقع مرت ساعة واحدة فقط. أنت منهك ولا يزال أمامك طريق طويل إلى القمة. القرص شاهق الارتفاع لدرجة أنك لا تستطيع رؤية قمته. لا يمكنك النوم لأنك قد تستيقظ داخل ميكروب. لا تزال العاثيات تحيط بك، لكنك لا تريد المجازفة. يهز الأجواء تصادم يصم الأذان. تشعر وكأن محرك طائرة يهدر بجوار أذنك مباشرة. تنظر للأعلى وترى مخلوقا بحجم مدينة يهبط من السماء على السجادة. يرفرف بجناحيه ويصدر هذا الصوت العالي. يخلق جناحاه إعصارا، لذا تتمسك بالصوف حتى لا ينفخك الهواء القوي. رائحة هذا المخلوق ناتنة، تبدو إحدى سيقانه مثل ناطحة سحاب كبيرة. تستوعب أن هذا المخلوق مجرد ذبابة. إنها فرصتك للوصول إلى القرص. لها عينان كبيرتان بلون برتقالي مقسمتان إلى آلاف الشرائح، وتبدوان مثل كوكبين. أنت تتسلق طرف ساق الذبابة، تقلع الحشرة وتتشبث بها بقوة. تبتعد عن السجادة ثم ترى قمة القرص. إنه واسع جدا لدرجة أنك لا تستطيع رؤية حافته المستديرة. تترك الذبابة وتسقط، وأثناء سقوطك تصطدم بملايين البكتيريا في الهواء، وأخيرا تهبط على سطح القرص الصلب. تشغل الجهاز وتعود إلى حجمك الطبيعي. لقد حالفك الحظ يا صاح.